السلام عليكم. انا عبد المغيث الطيبي، 95 شهر 7 في 21. كنت انايا تزاديت انايا في السونتر ديال لاله مريم في الرباط، كنت باقي صغير. وهادي ملي بديت كنكبر شويه وهادي داوني الخيريه ديال لاله امينه في البن سليمان. النهار اللي كان يجي سيدنا وادي حولوني الخيريه ديال وزن، كنت باقي صغير بين شي 3 ديال الدراري. داوني الوزن قالوا لي غدوز عير رحله. وادي مشيت انايا باقي صغير معايا الدراري. وادي مشيت لتمايا الوزان، دوزت في وزان من 14 عام تقربت ندير 18 عام. دوزت تما في الخيريه ديال وزان. وادي بقيت تمايا في الخيريه قبل ما نوصل 18 عام. بداو كيقولوا لي خصك تخرج تقلب على راسك. وادي وديما كنت كنهضر معاهم كنقول لهم علاش فين غنمشي وانا ما عندي حتى واحد. وادي كيقول لك خرج قلب على راسك، حنايا راه الدراري كيديروا عندنا 18 عام كيقول لك الله. قلت لهم انايا ما عندي فين نمشي، انا غنبوت نبز هنايا، انا غنبقى لكم هنايا، انا ما عندي فين نمشي. صافي عياو ما يديروا في القوالب. وادي وفي الاخر صافي مني شفتهم بداو كيعمروا لي في الدواصي. وادي مشيت قبضت وخرجت بحالي ووليت كنرجع لعندهم الخيريه. مني كنخرج لبرا وادي مني كنبغي نجي نعس وادي كيقولوا لي انت ما عندك فين تنعس، وادي انت ما بقيتيش شي محسوب علينا. صافي خرجت بقيت كندور الزنقه، وليت التشرد وبقيت في الزنقه. وادي قبل ما نتعرف على هاد الناس هادو مايا بقيت في الزنقه كنبات في الليالي. وهذا ما كان كيرحمني حتى واحد، وتقول شي واحد واش كيعطيني اليد المساعده. عانيت وكليت الضاق وادي ولكن صبرت. والله يجازيهم بخير. واحد الناس هما اللي دايريني بحال ولدهم. وهادي حد الان دابا هي خالتي فوزيه وعمي حميد فوزان هما اللي فتحوا لي بابهم. وهادي صافي. اما من غير هذوك الناس حتى واحد ما لقيت من عنده المساعده على الواد الكذبه. دوزت العاده بالالم وما كان كيرحمني حتى واحد. ملي كنمشي لشي اداره كنبغي نتساعد نريقل الاوراق ديالي ولا نقلب على الام ديالي. وهذه ما كيبغي يتساعد معايا حتى واحد. طلعت المركز ديال لاله مريم، طلعت المركز ديال لاله مريم قلت لهم بغيت نعرف انا الام ديالي شكون جابني ملي كنت باقي صغير. كيقولوا لي حنا ما نعطيوك حتى حاجه، هي تمشي تجيب الورقه من عند الوكيل. مني مشيت جبت لهم الورقه من عند الوكيل. وادي مشاو معايا البوليس كيقلبوا. وادي صافي مني جابوا لي الوثائق البوليس. وادي مني طلعت لعندهم لقيت عندهم الوثائق. وادي صافي تما وليت كنعرف انا، حيت انا ما كنتش عارف حتى تماره، ما كنتش عارف بزاف د الحوايج بحال تماره، ما كنتش عارف انا راه تزاديت في تماره. لقيتها في الوراق ومني قالوا لي هما يا البوليس. مني وليت كنعرف راسي انايا في تماره، مزيوت في تماره. وادي طلعت للسبيطار ديال تماره، مشيت عند المديره. وادي هضرت معها قلت لها انا راه بغيت نعرف الام ديالي وبغيت نعرف شكون جابني هنايا. وادي كتقول لي حنا ما نقدروا نعطيوك حتى حاجه هي، وبلا ما تقلب عليهم، هما ما قلبوش عليك بلا ما تقلب عليهم. انا متشوق ولو نعرف اي واحد فيهم، يا الام يا الاخ يا الاب يا جده، اي واحد. المهم ما بقاش هكا، حيت انا هكا عانيت. وانا دابا لحد الان باقي انا كنعاني وما كيرحمني حتى واحد. انا دابا يومين وانا هنايا في كازا، ما الماكله وإلا فطرت ما كنتغدا، وفي وزان كذلك بحال هكا والو ما كيرحمني حتى واحد. باغي نعرف الام ديالي، باغي نعرفها باش ما كان انا مسامحك دنيا واخره، ما نقدرش نعلم عليك. من الصابعين نعرفك، من الصابعين نعرفك، حيت صافي انايا قطعت ياسي مع البشر. قطعت ياسي. تولدت في السبيطار ديال تماره تحت الرقم 21 03. انا حاليا دابا يومين وانا كنبات في الزنقه. انا كنعس عي في الجرادي وادي عي في الكرتون كنفرش. وانتم الا لاحظتوا راه هو الكرطه بحدايا. انا دابا كنعس عي في الزنقه وخايف. وانايا الكازا انا عمري جيت ليله. انا دابا كنعس عي في الزنقه حاليا ومتشرد، ما عندي حتى واحد يوقف معايا. بغيت المحسنين وبغيت الجواد، بغيت الناس يوقفوا معايا، انا راه متخلى عنهم وما عندي حتى واحد، وبغيت شي واحد وقف معايا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. باغي نخدم وباغي نلقى والديا، باغي نعرف الام ديالي الحقيقيه. كنقول الامهات الله يهديهم، زعما راه ملي كتسمحي في ولدك بحال هكاك تعيشي انت الحياه ديالك وكتخليه هو متشرد، وهادي راه صعيب الحال. والام هي اللي تحافظ على ولادها وديرهم تحت حضانه، ترميهم راه صعيب. انا دابا حاليا انا مرمي، ما عندي حتى واحد اللي وقف معايا وما عنديش. انا دابا كنبات في الزنقه، انا يومين وانا في كازا.